طيب تعالى نكمل النهارده الموضوع بتاعنا ان شاء الله. هنتكلم النهارده على موضوع من المواضيع المهمه جدا اللي موجود عندنا، اللي هو الفينتينج. تمام، تعالى كده نفتح الوورد بقى ونبدا نتعامل معاه. طيب جبت يا عم تابلت جديد من كل الله يعني، وخسرنا في كل وقت كده اهو. المهم تعال نرجع لموضوعنا. هنتكلم النهارده ان شاء الله على موضوع جديد خالص، اللي هو الفنسنج. وايه موضوع الفنسنج ده؟ موضوع بسيط جدا. موضوع الفنسنج بكل بساطة مهم جدا عشان الستورج اكسس او عشان الداتا اكسس. ازاي؟ تعالى كده هديك مثال وهو هيفهم، انت تفهم لوحدك اصلا انا عايز ايه. بص، انا عندي هنا الستورج موجوده، خلاص ده ستورج وليكن اي سكازي او ان اف اس او ايا كانت. في عندي كلاستر نود موجوده هي دي، نود واحد، وعندك نود اتنين، وعندك نود ثلاثة. الكلاستر شغال وكل حاجه تمام، الكلاستر بيأكسس الستورج ومفيش اي مشاكل عندك. خلي بالك انا لسه لحد دلوقتي بكلمك على سيناريوهات الفايل سيستم بتاعنا، فايل سيستم عادي جدا وطبيعي زي الـ EXT3 او الـ EXT4 او الـ XFS. ماشي، يعني انا ما اتكلمتش معاك خالص لحد دلوقتي في اي سيناريو فيه كلاسترد فايل سيستم، تمام كده؟ حتى الان بكلمك فايل سيستم عادي. الفايل سيستم العادي دون بيسمح لك ان ماشين واحده هي اللي تاكسس او هي اللي تعمل ماونت للفايل سيستم ده عشان تقدر تعمل ريد ورايت عليه، خلاص كده. طيب هفترض سيناريو عندك الكلاستر سيرفيس كانت شغاله على النود واحد دي، هوب نود واحد دي، نود واحد دي ايه اللي حصل لها؟ ولنفترض ان حصل عندك ديلي كبير جدا على الشبكه. ماشي، يعني نود واحد دي كانت عامله ماونت للفايل سيستم، عامله ماونت الايس كازي بارتيشن دون وكل حاجه تمام، خلاص هوب حصل ديلي كبير جدا، فراح الكلاستر قايل لك بس المكنه دي بقت بالنسبه لي داون وليكن بعد 30 ثانية. انت عامل لكم فيجر ان التايم اوت بتاع المكنة دي لو ما اكسدش الستورج او مبقتش ومبقاش في سيرفيس اب لمدة 30 ثانية، هوب طلعها بره الكلاستر. اتاري ان المشكلة ما كانتش المكنة داون، لا ده المشكلة ان المكنة دي كان في نتورك ديلي كبير، عندك سيستم ادمن ماسك النتورك او عندك نتورك ادمن ماسك النتورك وحاطط لك كل الدنيا على سويتش واحد، او السويتش ده فيه لود كبير عليه فالسويتش كان مهنج 30 ثانية ولا لمدة دقيقة. في الدقيقة اللي فاتت دي راحت نود 2 بصت على نود 1 لقيتها مش موجودة، نود 1 دي بالنسبة لي مش قادر أتكلم معاها خالص، راحت نود 2 قالت لك بس أنا اللي هعمل ماونت للبارتيشن ده وهبدأ أكتب داتا. الشبكة التهنيجة بتاعتها فكت والدنيا عندك بدأت تفك شوية والدنيا تمام، راحت نود 1 راحت راجعة. نود 1 أصلاً كانت عاملة ماونت في الأساس، يعني ما اتعملش أن ماونت. خلاص، فراحت روحت نود واحد في نفس اللحظه اللي نود اتنين فيه بتاكسس الداتا قالت لك بس دي كانت معايا. بقى كده في عندك مكانتين بيحاولوا ياكسس، مش بيحاولوا فعليا بياكسسوا نفس البارتيشن في نفس الوقت، والاتنين بيحاولوا يعملوا ريد ورايت في نفس الوقت. ايه اللي هيحصل عندك؟ بكل بساطه هيحصل عندك كوربشن، الداتا اللي عندك بخ مع السلامه، مبروك عليك الداتا. هيحصل فايل سيستم كوربشن والدنيا مع السلامه راحت. طبعا بما ان انت شغال كلاسترنج فانت مش المفروض ما تسمحش بحاجه زي دي تحصل، المفروض يعني. عشان كده انا هستخدم عمليه الفنسنج، مش كده؟ عمليه الفنسنج دي بسيطه جدا. تعالى نفس السيناريو اللي احنا كنا شغالين بيه قبل كده.
ماشي، انا عندي كلاستر نود اهي ونود 2 ونود 3، وعندك ايس كازي ستورج او عندك ان اف اس او ايا كان مش فارق معايا، وليكن دي ايس كازي اهي. الكلاستر نودز المفروض بي اكسس والستورج دي في نفس الوقت، بس في واحده بس فيهم هي اللي عامله ماونت، ولنفترض ان هي كانت نود واحد برضو نفس السيناريو. دلوقتي نود واحد هي اللي بتاكسس الستورج، خلاص نود واحد هي اللي بتاكسس الستورج. طيب حصل نتورك ديلي كبير جدا وليكن 30 ثانيه او دقيقه، راحت نود 2 قالت لك بس انا اللي همسك السيرفيس دي، خلاص انا اللي هعمل ماونت دلوقتي. يبقى كده مين اللي بيأكسس ستورج في الوقت الحالي؟ نود 2. راح جاي نود 1 رجع التاني للشبكه وقالت لك بس ده الشبكه ما كانتش واقفه يا عم، ده كان في ديلي بس، انا هرجع اقرا واكتب الكلام ده. في حاله الفنسنج، في حاله ان انت عندك فنسنج ميكانيزم، الكلام ده مش هيحصل. عارف ايه اللي هيحصل بكل بساطه؟ الاثنين ماشينز دول، الاثنين ماشينز دول هيشوفوا ها نود 1 انت رحتي فين؟ هل انت اب ولا لا؟ والله هي اب خير وبركه، مش اب، مش اب هيروح، هتروح نود 2 ونود 3 متفقين كده مع بعض وهيروحوا قايلين بس امنع الاكسس للستورج عن طريق النود دي. هيمنعوا ازاي؟ دي لسه مش مشكلتي. يبقى في الحاله مش مشكلتي دلوقتي، هيجي لها كمان دقيقتين هقول لك هنعملها ازاي كمان دقيقتين، خلاص لان في اكتر من طريقه ليها، ماشي كده؟ يبقى لو جات نود واحد تاكس الفايل سيستم وتعمل له ماونت بعد ما خلصت عمل لها فنسنج، هيتقال له لا. طيب الفنسنج بكل بساطه، الفنسنج بكل بساطه ان انا بمنع نود من ان هي تاكسس الداتا في نفس الوقت اللي في نود تانية بتاكسس الداتا فيه. اعتقد الحته دي واضحه. طيب امنعها ازاي؟ في بقى طرق كتيرة جدا، أشهر اتنين منها موجودين، حاجة اسمها الباور فينسنج، دي رقم واحد. التانية ستورج فينسنج، ستورج فينسنج. الباور فينسنج بكل بساطة المكنة دي شغالة اهي صح؟ هعمل لها باور سايكل، مش هعمل لها ريبوت عادي، لأ هعمل لها باور سايكل، يعني كأنك شديت الفيش عنها، خلاص كده؟ كأنك شديت الفيش عنها. الطريقة التانية اسمها ستورج فينسنج. ستورج فينسنج دي بسيطة جدا هي كمان. ازاي يا عم؟ انا عندي المكنة دي والمكنة دي والمكنة دي، او تعال اتكلم على البار فينسنج الاول، تعال كده بلاش بلاش انفض البار فينسنج لان ده مهم جدا. تعالى اكلمك كده على الباور فينسنج الاول بالتفاصيل وبعد كده اخش على الستورج فينسنج. بص اي سيرفر في الدنيا، لو انت عندك، لو حد فيه اشتغل مع السيرفرات قبل كده، اعتقد ان معظمكم اشتغل معاها، هتلاقي كل سيرفر هتلاقي فيه كده شويه بورتات كده فيه من ورا، خلاص. في الطبيعي النهارده اقل سيرفر فيه 4 بورت في الطبيعي، ماشي، غالبا بتلاقي 4 ايثرنت، 2 فايبر، و2 10 جيجا بت ايثرنت، 4 1 جيجا، 4 كل بورد فيهم 1 جيجا، 2 10 ايثرنت و2 فايبر. طيب كلام جميل، دي السيرفرات العاديه جدا، مش بكلمك بليدز ولا حاجه من دي. بتلاقي مع كل سيرفر كده هتلاقي فيه بورت صغير قوي 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 قوي. يا عم مش في مصر، مين في مصر وفي كل مكان؟ ده البورت ال 10 جيجا ده بقى رخيص جدا النهارده، البورت ال 10 جيجا دي رخيصه جدا. الا بقى لو انت بتتكلم على سيرفر متصنع من 2008 و2009، في فرق ان سيرفر متصنع 2014 2015 في سيرفر متصنع من 2009، لا بكلمك على السيرفرات الجديده. انت ما طلبتوش يعني، دي مشكلتك. طيب بتلاقي في بورت بقى في السيرفر دول، البورت ده هو عبارة عن مانجمنت بورت، ماشي كده؟ مانجمنت بورت. هتلاقي مثلا اتش بي عندها البورت ده هتلاقيه اسمه ايلو، ايلو ده اختصار لانتجريتد لايتس اوت، ايوه
هتلاقي مثلا اي بي ام هتلاقي اسمه اي ام ام، ماشي كده؟ هتلاقي ديل عندها حاجة اسمها الدي راك، ماشي كده؟ ايوه. البورت ده بيديك لو ليفل اكسس على السيرفر نفسه، يعني ممكن يسمح لك بغض النظر عن الاوبريتنج سيستم اللي هنا، حتى لو الاوبريتنج سيستم اصلا مش موجود. الاوبريتنج سيستم موجود مش موجود مش فارق معاه، ماليش دعوه خالص بالاوبريتنج سيستم بتاع السيرفر. لا، حتى لو مفيش اوبريتنج سيستم اصلا من الاساس، بيسمح لك تعمل ايه؟ تكونفيجر السيتنجز بتاع البايوس بتاع السيرفر ده، كانك قاعد فيزيكال عليه بالظبط، كانك ليك ليفل فيزيكال اكسس عليه، كانك ليك فيزيكال اكسس على السيرفر ده. مش تكونفيجر بس البايوس، ده بيسمح لك ان انت تعمل ستارت للسيرفر او ستوب له، ستوب اللي هو شات داون او ريستارت، خلاص مش كده بس، ده بيسمح لك كمان بيديك ريموت كونسول من ويب انترفيس كده ظريف، يخليك تقول له لو سمحت اعمل لي اتاتش الملف الايزو ده واعمل لي انستول للسيرفر ده من غير ما تنزل. ما انت مش 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 مش, مش يعني ما تقنعنيش ان انت عندك داتا سنتر هتقعد تعمل انستول ل 300 سيرفر مع بعض، مفيش حاجه اسمها كده، مفيش حاجه اسمها كده خالص. ده انت بتكونفيجر السيرفرز وتوصل المانجمنت بورت، خلاص، وهتلاقي كل سيرفر جاي لك معاه ورقه فيها الايلو يوزر نيم والايلو باسورد، وشغل دي اتش سي بي، واول ما تشغل الدي اتش سي بي هيطلع لك كل الماشينز اللي موجوده عندك، تبدا تاخد الاي بي، الاي بي بتاع السيرفرز اللي موجوده كلها واحد واحد، وانت قاعد من مكتبك من فوق تبدا تريموت اكس سيرفرز دي وتعمل لها انستول من وانت قاعد من المكتب، خلاص. يعني ما تعتقدش ان انت في داتا سنتر وانت لسه جايب سيرفر جديد هتقعد تكونفيجر كل حاجه من البدايه للنهايه وانت قاعد جوه داتا سنتر، انت كده تموت يعني، ماشي. ده بالاضافه الى ان بيسمح لك تعمل حاجات مش موجوده، ولنفترض ان عندك في يوم من الايام الاوبريتنج سيستم ده وقف، حصل كيرنل بانيك. هل لو حصل كيرنل بانيك لازم تقوم بنفسك تروح عشان بس تضغط على الباور توقف السيرفر بعد كده ترجع تضغط مره تانية عشان تفتحه؟ ده كلام منطقي؟ مش كلام منطقي خالص، ماشي. بيسمح لك كمان يا سيدي المانجمنت بورت ده ان انت تمونيتور الستيت بتاع السيرفرز، يعني ممكن يقول لك ايه التمبريتشر بتاع السيرفر دي عامله ايه، الديسك ستيتس حالتها ايه، الباور سبلاي هل الاثنين شغالين ولا في واحد فيهم واقف، بيديك معلومات بالتفصيل الممل عن كل سيرفر موجود، ماشي. طبعا هتلاقي في مانجمنت سوليوشنز كمان اقوى من كده، زي ان انت مش تضم سيرفر واحد، لا تضم سيرفر فارم مع بعض وتعمل لهم مونيتورنج كلهم مع بعض، زي مثلا اتش بي مثلا عامله وان فيو، ممكن تتعامل مع وان فيو مع مجموعه سيرفرات في نفس الوقت، خلاص، وتشوف الليست بتاعتها وتعمل لها مانجمنت كلهم مره واحده، وتابديت السيرفرز البايتس بتاعها مره واحده، تعمل فيلم هندي كبير قوي كده على مش على سيرفر او اتنين او 10، ممكن على 100 بل الاف السيرفرات في نفس اللحظه، خلاص كده. ما انا قلت لك اهو الايلو اسم المانجمنت بورد، اسم المانجمنت بورد اللي عند اتش بي بيسموه ايلو، ونفس المانجمنت بورد اللي عند اي بي ام بيسموه اي ام ام، واللي عند ديل بيسموه دي راك. هل الاسم فارق معاك في حاجه؟ اهم حاجه ان يكون في مانجمنت بورد بيديك نوع من الاكسس ده على السيرفر. ليه؟ لان انت هتستخدمه مع الكلاستر عشان تقول الكلاستر يا كلاستر وقف المكنه دي، يا كلاستر شيل المكنه او اعمل immediate باور اكشن على المكنه دي، خلاص، ماشي كده؟ ها، واضح الحته دي؟ ايوه. ستمان بيعمل له كونفيجر طبعا، امال مين اللي بيعمل له كونفيجر؟ تعالى بقى كده، ايوه طبعا، ما انت المفروض سيستم ادمين، ده المفروض. طيب تعالى بقى كده، تعالى نتكلم بقى على موضوع الفنسنج بالنسبه للباور. بص، اما هيكون عندي كل سيرفر اهو، ودي عندك الاستورج اهي، ادا واحد ادا اتنين ادا تلاتة، دول شغالين تمام مفيش اي مشكله خالص، ده نود واحد
وده نود 2 وده نود 3 كلهم كده هتاخدهم كده توصلهم على سويتش صغير كده، ده بيسموه المانجمنت سويتش او الاوت اوف باند مانجمنت سويتش، وهتوصل ده كده كمان ده عشان بس كده الايلو. ولنفترض ان انا شغال مع سيرفرات اتش بي، خلاص هنفترض افترض ان انا شغال مع سيرفرات اتش بي وعندي ايلو ماشي كده تمام. جه حصل ان السيرفر ده كان بيأكسس الاستورج من غير اي مشاكل خالص، هوب حصل ديلي كبير في الشبكه، هيقوم السيرفرين دول كده يبصوا مع بعض، ها هيا يا عم نود 3 نود 2 يكلم نود 3، هل انت شايف نود 1؟ هيقول له لا. نود 3 انت شايف بيتكلم نود 2 شايف نود 1؟ يقول له لا. خلاص مش شايفين نود 1، اوتوماتيك الاثنين يتفقوا مع بعض ويروحوا باعتين عن طريق الايلو للسيرفر ده، يقول له ايلو اعمل لي ريستارت او اللي هو ريبوت، بس مش ريبوت عادي بقى، لا اعمل لي ريبوت للسيرفر ده بس مش ريبوت عادي، لا افصل الباور ورجعها مره تانية، افصل الباور ورجعها مره تانية بشكل غبي، مش هيجي يقول له والنبي افصل الباور واعمل له شت داون عادي، لا كانك شديت الفيشه عن او شديت فصلت الكهرباء بشكل مباشر خلاص ورحت موصلها مره تانية. معنى كده ان السيرفر ده ايه اللي هيحصل له؟ هيخرج بره الكلاستر نهائي، وبعد ما يخرج بره الكلاستر ويعمل ريبوت هيرجع يخش بالكلاستر مره تانية، فهياخد دوره بعد كده لما يجي يقوم مره تانية هياخد دوره كانه كلاستر نود عاديه جدا ولا كان اي حاجه حصلت، وتبدا السيرفس تتنقل من المكنه دي اول ما يتعمل لها ريبوت تتنقل من المكنه دي بشكل كلين لمكنه تانية خالص موجوده هنا. يبقى انا كده ضمنت ان مفيش مكنه بتاكسس الاستورج وفي واحده تانية بتاكسسها في نفس الوقت، ما انا دي خلاص فصلتها اصلا من الكلاستر اساسا، ما انا خلاص فصلتها من الكلاستر ومن الاستورج، فصلتها عن الدنيا اساسا، هترجع دي تبوت هتخش الكلاستر هتلاقي في مكنه تانية عامله ماونت للبارتيشن، هتقدر هي تعمل لها ماونت في نفس الوقت برضو؟ لا، ما دام في واحده عامله ماونت خلاص مش تقدر تعمل لها اكسس، بس ادي الموضوع منتهي. ها صعبه الحكايه دي؟ صعبه. يبقى الفنسنج هي طريقه عشان اعزل المكنه من الاستورج، بكل بساطه عايز اعمل عزل كامل لمكنه من ان هي تاكسس الاستورج لا اكتر ولا اقل. مفيش ايلو عندك، حلو حلو السؤال ده، كلام جميل. هديك بقى سيناريوهات، بقى هديك سيناريوهات، ولنفترض سيناريو عاده السيرفرات كلها بيكون فيها مانجمنت بورت، ولنفترض انت رحت جبت سيرفر تعبان مفيش فيه مانجمنت بورت، خلاص. طب تتحل ازاي؟ انا عندك سيرفر اهو، عاده مين قول لي بس على فيندور كده مفيش فيه مانجمنت بورت، قول لي على فيندور مفيش فيه مانجمنت بورت، ها شاور لي كده. او ممكن تكون بسيرفر ما عملتش كونفيجر الايلو اولد ديل، تقريبا كل سيرفرات ديل اللي شفتها لحد دلوقتي من زمان جدا وكلها فيها دي راك. حلو حلو لو شغال فيرشوال، الله عليك، حلو السؤال ده. بص يا سيدي، الفنسنج الفنسنج بيشتغل عن طريق حاجه اسمها الايجنت، فنسنج ايجنت خلاص. الفنسنج ايجنت ده هو اللي بيدي الامر للمكنه دي ان هي تعمل ريبوت مثلا او تعمل شت داون ماشي كده. طيب ولنفترض ان في حاله ان المكنه دي نفسها مفيش عليها مانجمنت بورت شغاله فيرتشوال، الايجنت نفسه دون ممكن يكون شغال يا اما هاردوير يا اما شغال سوفت وير. هاردوير في حاله ان انت شغال بالايلو او بالاي ام ام او بالديراك، شغال سوفت وير في حاله ان انت شغال مثلا حاجه زي في ام وير اي 6
في حالة ان انت شغال حاجة زي وليكن ريف ام، ريد هات انتربرايز فيرشواليزيشن، خلاص، او ان انت شغال كي في ام، ماشي. على فكره بروكسموكس ما هو اللي عباره عن مانجمنت انترفيس لا اكتر ولا اقل. بروكسموكس هو مانجمنت انترفيس للكي في ام بس، ماشي. مين او في ام ده؟ قصدك اوراكل فيرتشوال ماشين؟ لا، ما شفتش انا ايجنت الاوراكل فيرتشوال ماشين خالص قبل كده، ما شفتلوش انا ايجنت والله، ما حصلش معايا حاجه زي كده يعني. بس دول عامه يعني، ما شفتش انا حد في انتربرايز خالص بيشغل باوراكل فيرتشوال ماشين يعني، ما حصلليش الشرف في الحكايه دي بصراحه. عمرك كان شفت حد في الانتربرايز شغال بحاجه زي كده؟ ايوه. السؤال بقى انا اعرف منين ان انا عندي ايجنت اسمه اكس، وهل ايجنت اكس ده بيشتغل ولا لا؟ في عندك امر صغير جدا بيسمح لك ان انت تبص على الايجنت وتشوف هل هو، او هيسمح لك انت تليست اصلا كل الايجنتس، مش كده بس، ويديك الاوبشنز بتاع كل ايجنت، ماشي كده. يعني لو جيت عندي هنا كده، طيب ثانية واحدة، بما ان الجهاز بتاعي الجماعة استولوا عليه تاني بعد ما جم، فانا بس لازم اظبط الايه، اليوزر نيم بتاعي. طيب تعال نتكلم كده بسرعه كمان، نكمل لحد بس الماشين تعمل ريستارت، ماشي. هكلمك بس بسرعه كده موضوع الفينسنج كمان، هنرجع. انا كنت كلمتك من شويه على موضوع ان انت في عندك ان الفينسنج بيشتغل عن طريق ايجنت، صح؟ طيب معنى كده ان هتلاقي في عندك ايجنت او سوفت وير ايجنت في ام وير، عشان تكلم في ام وير لو انت عندك اي اس اكس سيرفر تقول له اي اس اكس لو سمحت اعمل لي immediate reboot للمكنه الفلانيه، وهتلاقي في عندك ايجنت تاني عشان يكلم كي في ام، وايجنت تالت عشان يكلم الريف، وايجنت رابع مش عارف عشان يكلم الهايبر في ولا مش عارف مين، فاهم؟ طيب كلام جميل. طيب الطريقه الثانيه عشان تعمل فينسنج، خلاص، لو انت ما فيش عندك اي ايجنت بقى من دول، هنفترض فرضا خلاص، جدلا ان انت شغال بسوفت وير فيرشواليزيشن، سوفت وير ديفلوبر اكت زي محمد ماهر ناصر اللي كتبه، وده عامل لك فيرتشوال ماشينز ومشغلها، ماشي كده. السوليوشن ده مفيش له ايجنت اصلا، لسه ما تعملوش ايجنت اساسا، يعني انت عندك الهاردوير خلاص، مفيش عندك باور عن طريق الهاردوير تتحكم فيه، ولا باور عن طريق السوفت وير كمان تقدر تتعامل معاه، لا ده ولا ده، ماشي. هيبقى الحل بتاعك ايه؟ والله هديك حل ثاني او ابسط من الكلام ده كله. انا هعمل حاجه اسمها ستورج فينسنج. ستورج فينسنج ده هيبقى حل بسيط ثاني بكل بساطه. بص هعمل ايه؟ انا عندي النودز اللي موجوده اهي، ده نود واحد، وده نود اثنين، وده نود ثلاثه. وعندي ستورج اهي، ده المفروض الايس كازي. هروح اعمل ايه؟ عادة هقول لك اللي احنا بنعمله في السيت ابس العادية، هروح اعمل ده ايس كازي لان، صح؟ مفيش أي حاجة جديدة عملتها. خلاص؟ المفروض إن في مكنة واحدة بس هي اللي بتأكسس الايس كازي لان ده. تمام كده؟ طيب
هروح اعمل ايه؟ هروح اعمل شير لايس كازي لان كمان، وهخلي ده مساحته صغيره جدا 1 جيجا. على فكره ده مش هيتكتب عليه داتا خالص، مش هيتكتب عليه داتا. امال ايه اللي هيتعمل عليه؟ بص هخليهم ياكسسوا كلهم الايس كازي لان التاني ده، وهروح اكونفيجر الفنسنج عن طريق الايس كازي، واقول له بس انا هستخدم حاجه اسمها مش ايس كازي، لا اسمها سكازي ريزرفيشن. على ما اعتقد ان احنا مع ريل 7 احنا بنستخدم سكازي ريزرفيشن فيرجن 3. بص سكازي ريزرفيشن ده عشان افهمه لك شغال ازاي، عشان افهمه لك تعالى كده هديك السيناريو ده. بص انا عندي لان اهو موجود، خلاص نود واحد هتاكسسه، نود واحد بتكتب كي ليها في الحته دي هنا كده كي بس، ماشي كده. نود 2 بتكتب كمان كي ليها هي كمان، نود 3 بتكتب كي تالت ليها، كل نود ليها الكي بتاعها. طب انهي كي فيهم هو اللي مسموح له يكتب ريد ريد رايت؟ انهي نود فيهم؟ ولنفترض ان الكي ده بتاع نود 1 وده بتاع نود 2 وده بتاع نود 3، الكي ده هو اللي هيكون ريجسترد وهو اللي مستخدم حاليا، او هو اللي الاستورج بتستخدمه عشان تعرف مين النود اللي بتقدر تعمل ريد ورايت للاستورج دي دلوقتي حاليا، خلاص. طب في حاله الاستورج فينسنج، في حالة الستورج فينسنج عشان أقول إن المكنة دي، خلي بالك أي ماشين قبل ما تكتب على الأيس كازي أو أي ماشين قبل ما تكتب على الستورج دي لازم يكون الكي بتاعها موجود وريجسترد، خلاص. طيب عشان نود 2 ونود 3 واحدة فيهم تبدأ تكتب، إيه اللي بيحصل؟ هتروح راحة كده شايلة الكي ده من على الستورج كده، الاستورج شايفه مين اللي شغال معاها بس، نود 2 ونود 3، واحده منهم بس لما السيرفس تتنقل عليها هي اللي هتعمل ماونت، الثانيه تفضل موجوده. طب نفترض نود 1 رجع الثاني للاستورج اهو، نود 1 جت ترجع ثاني تبدا الاستورج، هترجع بشكل كلين ومش هتبقى هي اللي ريجسترد وهي اللي ريكوردد عندك عشان تبدا تكتب. يبقى كل او الطريقه بتاعه الاستورج فينسنج دي بتلعب بس مع ستورج بلوك بيتكتب عليها كي، خلاص. ايوه بالظبط. فبيعمل ايه؟ بيشيل الكي دون، فتيجي النوت تيجي تكتب ما تلاقيش الكي بتاعها، بس هذا كل الموضوع لا اكتر ولا اقل. وضحت معنى كده؟ ان لو عندك انفايرمنت مفيش عندك فينسنج فيها لا هاردوير ولا سوفت وير، ممكن تعمل برضو فينسنج عن طريق الاستورج، مفيش اي مشاكل فيه. وعاده الناس بيستخدموها لو انت عندك انفايرمنت وشغال على فيرتشواليزيشن سوفت وير ملوش ايجنت عاده، ماشي. يعني انا عن نفسي، انا تقول لي بتحب تستخدم ايه؟ بكل بساطه لو عندك انفايرمنت معينه والانفايرمنت دي يعني ليها ايجنت موجود استخدمه يا عم، استخدمه يا سيدي والله مش هتخسر حاجه، ماشي. طيب عايز اقول لك بس كمان ان في طريقه ثالثه، خلاص. هفترض عندك سيناريو تاني خالص، سيناريو غير دول خالص بقى، خالص انت كنت مقوم الكلاستر بتاعك، خلاص ربنا كرمك كده وانت شغال في جامعه ولا حاجه وشغال ريسيرشر، وسيادتك عندك الكلاستر بس مقومه على نودز عاديه خالص، على ماشينز ورك ستيشنز عاديه، مفيش فيها ايلو ولا فيها اي حاجه من الكلام ده كله، هل ممكن تعمل لها برضو باور فينسنج؟ يعني عندك فيزيكال ماشينز، فيزيكال هوستس ماشينز بتاعت بيوت يا عم، كنت جايبها قبل كده خلاص ورحت اشتريتها من السايبر اللي تحت بيتكم وحبيت تجرب الكلاستر عليها وتشتغل، ممكن برضو تشتغل عادي جدا من غير اي مشاكل وتعمل الكلام ده كله بكل بساطه. هتروح رايح جايب باور سويتش هتلاقيه ب 800 جنيه مثلا ولا حاجه، زي اي بي سي، لو حد فيكم عارف اي بي سي دون، ده واحدة من اشهر الشركات اللي موجودة، لو جيت اوريها لكم هنا كده. تعالوا لكم على امازون.
موقع بتاعهم ضارب ماشي. بص ده اي بي سي باور سويتش اهو، انا عايز اجيب له بس صورة خلفية كده. طيب اهو اقفش عندك، انا هوريك صورة امامية له وصورة خلفية عشان بس ايه تبقى شايف اللي بيحصل اهو. حلو جدا، ده حاجة شيء رائع شيء ممتاز. بص لي كده على الاي بي سي باور سويتش ده او الصورة دي كده. بص شايف اللي احنا بنسميه بالمصري كده المشترك اللي فيه الكلام ده كله؟ شايف المشترك ده؟ المشترك ده احنا بنسميه بي دي يو او باور ديستريبيوشن يونت، خلاص بالبلدي كده اللي احنا بنسميه في مصر المشترك. البي دي يو ده هتلاقيه متوصل او الكنترول بتاع الباور بتاعه لكل بورت بيتم عن طريق اليونت دي. شايف اليونت دي اللي اسمها اي بي سي دي؟ خلاص بص لي بقى الاي بي سي دي كمان، بص البورت بتاعها ده، شايف البورت ده؟ البورت ده بتاخده توصله بسويتش عادي، يعني البورت ده بتاخده توصله بالسويتش العادي بتاعك اللي هو سيسكو ولا تي بي لينك ولا اتش بي ولا اي سويتش، خلاص. طيب عايز تعمل باور بقى فينسنج تعمله ازاي؟ موضوع بسيط، خلي بالك كابل الباور اللي رايح للسيرفر ده، كابل الباور رايح هنا مش كابل النتورك، خليك فاكر كويس جدا الحكايه دي معايا ماشي. ده كابل الباور، هتعمل ايه؟ ده رايح للباور الرئيسيه، ده رايح كده للكهرباء اهو، ده الكابل الرئيسي رايح للكهرباء. وفي عندك بورت ثاني كده هتاخد ده كده توصله على السويتش بتاعك اللي هو سيسكو، بعد كده تيجي كده توصل بقى النتورك بتاعتك عادي جدا. عايز تعمل فينسنج للماشين دي للهوست ده، بكل بساطه ايه اللي انت محتاج تعمله؟ افصل الكهرباء ورجعها تاني صح؟ هتروح بعت سيجنال من اي مكنه من المكن ده ماشي، هتبعت سيجنال تقول للاي بي سي يا اي بي سي السوكت رقم واحد افصلي عنها الباور كام ثانية ورجعيها تاني، او افصلي عنها الباور ورجعيها تاني بس لا اكتر ولا اقل. هيروح الاي بي سي بعت للسوكت رقم واحد دوت افصل الباور، بعدها بكام ثانية 3 ثواني ولا 4 رجع الباور مرة تانية. يبقى انت كده عملت هارد ريسيت ولا لا؟ ها ايه رأيك؟ يبقى بكل بساطة الباور سويتش ده ما هو الا عبارة عن هو مشترك بتبعت عن طريقه تقول لو سمحت انا عايز السوكت الاولانيه دي، ايوه مشترك ذكي شويه، السوكت الاولانيه دي افصل الكهرباء عنها ورجعها مره ثانيه، او السوكت الثانيه دي افصل لي عنها الكهرباء ورجعها مره ثانيه، خلاص بتقول له بالبورت رقم كذا اللي فيه كابل الكهرباء رقم كذا افصله وشغله مره ثانيه لا اكتر ولا اقل. اعتقد الموضوع كده واضح ماشي. طبعا طريقه البنج اللي انت بتقول عليه دي طريقه مش مظبوطه جدا او طريقه مش مظبوطه نهائي، خلاص طريقه البنج دي طريقه مش مظبوطه نهائي خلاص. ليه؟ لان انت احيانا بتبقى محتاج تيون التايم بتاع البنج نفسه معرض للديلي، يعني انت ممكن دلوقتي لو عندك شبكه موجوده وبتعمل بينج ممكن البينج تبعت الباكت والباكت ترد عليك بعد 5 ثواني. لو حد فيكم جرب قبل كده يعمل بينج على مكنه، وهديك سيناريو حصل معايا الاسبوع اللي قبل اللي فات. عندي مكنه بعمل عليها بينج خلاص، المكنه بيتعمل لها ريزولف الدي ان اس عادي جدا، بس الريفرس روت بتاعها مش موجود او الريفرس ريكورد بتاعها مش موجود، فكان بياخد 14 ثانيه عشان المكنه ترد. كنت ببعت الريكوست للمكنه عادي جدا، المكنه كانت بتستقبل البنج ريكوست وبتحاول تبعت بنج ريبلاي، بس بتحاول تعمل الاول دي ان اس كويري عشان تاكد ان الريكورد ده موجود او عشان ترد بنفس الاسم بتاع الماشين اللي انا طلبته،
فكان بيقعد 14 ثانية عشان أول بنجية ترد عليك. تخيل؟ تخيل. ممكن تبعت دلوقتي يكون عندك في الشبكة في ديلي، فالبنج يبقى كل البنج اللي شغال عندك ما بياخدش كام ملي سكند، 2 ملي سكند او 1 ملي سكند. ممكن تبعتها بعد ساعة او بعد ساعتين يكون الديلي بتاعك 5 ثواني، 6 ثواني، 7 ثواني. فموضوع البنج ده موضوع فاشل خلاص، لان الوقت بتاعه انت مش متحكم فيه. الوقت بتاعه معتمد على اللود بتاع الشبكة بتاعتك، معتمد على حاجات تانية زي الدي ان اس، هل انت بتعمل بنج باسم الماشين ولا لا، كل الكلام ده. طبعا ده مش مظبوط يعني. خلاص لازم تعتمد على حاجه يكون الوقت بتاعها كونستانت، حاجه ثابته. ده بالاضافه الى ان انت ممكن تكون عامل تيون للسيرفر بتاعك، او بلاش السيرفر، عامل تيون للكلاستر ان هو يعتبر الماشين ديد بعد وليكن بعد دقيقه، هيمونيتور السيرفيس كل 60 ثانيه. في الحاله دي هتبعت كام بنجايه بقى يا معلم؟ 60 بنجايه، وكل واحده كل يعني كل واحده ثانيه، ولا هتعمل ايه؟ فموضوع البنج ده موضوع فاشل تماما. لو انت قلت له ابعت لي 60 بنجايه او اعمل لي سليب كل 60 ثانيه، جيت بعت حصل البنج ديلي بقى كل 63 ثانيه، معناها ان السيرفيس هتقعد تنط من مكنه لمكنه ثانيه، وكل مكنه تشتغل هيتعمل لها ريبوت عشان بس ديلي 2 ملي سكند ولا 5 ملي سكند ولا ديلي لمده ثانيه او ثانيتين. فموضوع البنج ده ما تفكرش فيه خالص يعني. ماشي. يعني عاده في الانترنال نتورك بيكون ناس سامحين بالبنج بس عشان الترابل شوتينج. عاده في الانترنال نتورك بيكون معظم الناس سامحين بالبنج عشان الترابل شوتينج. خلاص كده. طيب كلام جميل. تعال بقى ايه، اظبط بس اليوزر. طيب تعال نكمل بقى كده بسرعه، خلاص الماشين اشتغلت عندها هي، وبدا الفيرشوال ماشينز يقوموا، ربنا يديهم الصحه. خلاص تعال نكبر الكلام كده شويه. بص يا سيدي، انا محتاج دلوقتي، انا عامل لوجن اهو على نود ايه، خلاص عايز اعرف، او انا عايز اعرف الاول، او عايز ليست ايه الطرق اللي ممكن اعمل بيها فينسنج. خلاص كده، ايه الطرق اللي ممكن اعمل بيها فينسنج؟ طيب ده عادي جدا، ما فيش مشاكل. بالمناسبه الفينسنج، انا قلت لك في نوعين من الفينسنج صح؟ قلت لك في نوعين من الفينسنج، اللي هو الباور فينسنج، والباور فينسنج اتكلمنا على اكتر من طريقه منه، زي يا اما تستخدم باور سويتش، يا اما تستخدم الايه، ها المانجمنت بورد، ده الطريقه الثانيه. يا اما الثالثه تستخدم ايجنت لو انت عندك فيرتشوال انفايرمنت، والايجنت ده هو الايجنت اللي هو بتاع سوفت وير ايجنت، خلاص تحديدا يعني، سواء مع في ام وير او هايبر في، او اسف، او ريف ام، او كي في ام وغيرها. طيب كلام جميل. الطريقه الثانيه كانت الستورج فينسنج. ماشي. الباور فينسنج، الباور فينسنج الطريقه دي بيسموها اهي، ستونث. ايه ستونث دي؟ ستونث دي معناها شوت ذا اذر نود ان ذا هيد، يعني بكل بساطه اضربها في دماغها بالرصاص، بس كده لا اكتر ولا اقل. شايف المصطلح قوي جدا ازاي؟ شوت ذا اذر نود ان ذا هيد، يعني طير رقبتها يعني، من الاخر ده من الاخر يعني، بيقول لك ان انا هتعامل معاها بدون رحمه، عشان بس يوضح لك قد ايه
هو هيتعامل معاها. ايوه طخه بالظبط كده زي ما الراجل ده بيقول، يعني تأكد 100% ان مش هيعمل جريتفول شات داون، لا ده هيعمل باور سايكل، كأنك رحت شلت الكابل بإيدك ورحت حاطط الكابل مرة تانية. خلاص ماشي، يعني بكل بساطة ما بيستأذنش، بيطير رقبتها ورايح دماغه. ماشي كده، طيب كلام جميل. تعالى كده نبص عليهم. انا الاول عايز ليست الايجنتس اللي موجودين عندي كلهم. ممكن اقول له كده بي سي اس. تعالى اول كده نشوف كلاستر ستيتس كلهم بقوا ولا لا. كلهم اونلاين، اربعه كونفيجرد والاربعه زي الفل، ما فيش فيهم اي مشاكل. طب بي سي اس ستيتس كده كلهم شغالين زي الفل، ما فيش فيهم اي مشاكل تقريبا، كلهم اونلاين هما. طيب زي الفل. طيب ممكن انا كده اقول له بي سي اس ستونث ليست. حلو، بص كده عندك، شوف في كام، شوف في كام ايجنت موجود. في عندك فنس عن طريق اي بي سي، بقول لك لو انت تستخدم اي بي سي ده عن طريق التلنت او الاس اس اتش. بالمناسبه الاي بي سي سويتش ده فيه اكتر من طريقه عشان تقول له يا ايه يباور سايكل الماشين او يفصل عنها البر رجعها مره تانية. ممكن تقول له اعمل باور سايكل عن طريق التلنت او الاس اس اتش او عن طريق الاس ان ام بي. يعني الاي بي سي ده هتلاقي عليه اوبريتنج سيستم صغير كده بيسمع لك انت تعمل تلنت او اس اس اتش عليه او عن طريق الاس ان ام بي. يلا وحش، او تعالى لي هنا كده، في عندك مثلا بليد سنتر لو انت عندك اي بي ام بليد، في عندك سيسكو ام دي اس او سيسكو يو سي اس او الدي راك لو انت شغال ديل او الايلو. والايلو بقى عندك منه يا نهار ابيض، عندك ايلو القديم، القديم خالص يجي من 10 سنين كده ولا حاجه، ممكن اكتر او 12 سنه. في عندك ايلو 2، في عندك ايلو 3، في عندك ايلو 3 اس اس اتش وايلو 4. ماشي شايف، في عندك فنس عن طريق الاي بي ام اي لو حد فيكم اشتغل عن طريق الاي بي ام اي. طيب وفي فنس عن طريق الريف ام، وفي فنس الفي ام وير شايف، وفي عندك فنس اندرسكور فيرت فنس ايجنت فور فيرتشوال ماشينز، وفي عندك فنس سكازي لو هتستخدم السكازي ريزرفيشن. فاكر الاستورج فنسنج لما كلمتك على السكازي ريزرفيشن؟ ماشي. ايه تاني؟ في عندك فنس اندرسكور اكس في ام، ده فنس ايجنت فور فيرتشوال ماشينز برضو كده. عندك فنس اندرسكور فيرت، في عندك فنس اندرسكور اكس في ام. طيب كلام جميل. فاكر لما جيت في الاول قلت لك احنا هنسطب او احنا هنعمل انستول لل، اللهم صل على النبي، للكلاستر هنعمله فيرتشوال ان فيرتشوال، وصممت ان الكلاستر عندك لما اجي اشغله احط كل الماشينز او كل الكلاستر نودز فوق مكنه تكون ارهل او تكون سنتوس، فاكر، او تكون لينكس يعني تحديدا، هو عشان النهارده تحديدا يعني عملتها من الاول عشان النهارده، استخدامها جه النهارده، لان انا عندي في ام ورك ستيشن. خلاص، فمع في ام وير ورك ستيشن كان الحل الوحيد ان نعمل فنسنج عن طريق الاستورج بس، فما كنتش هتقدر تشوف الباور فنسنج خالص او فنسنج عن طريق ايجنت، كان كله هتعمله باور فنسنج وهقول لك يلا اشتغل والدنيا تمام، ما كنتش هتعرف تشوف حاجه. بس النهارده انا عايز اوريك، لان تحديدا الفنسنج عايز اوريك تستخدم ايجنت معاه. ماشي، ايوه الكي في ام بيسبورت حاجه زي كده، وبيسبورت كده عن طريق المالتي كاست، وطبعا في ام ورك ستيشن مش بتسبورت المالتي كاست، فايه ما كانش هينفع اشغله مع في ام ورك ستيشن مباشره، كان لازم يكون عندي كي في ام او ريف او ريف ام او اي اس اكس اي حاجه من الحاجات دي. ماشي، ها واضحه. تعالى بقى كده انا عايز استخدمه مع كي في ام. تعال ارجع للمكنه نفسها اللي على الفيرتشوال ماشينز اللي هو الهوست بتاعك. هاجي هنا كده واقول له يم
سيرش فينس اندرسكور او فينس داش فيرت دي على ما اعتقد. شايف يا معلم؟ هي دي. انا عايز اجيب الديمون دي، انا عايز اجيب الديمون دي اللي تسمح لي ان انا اخلي كي في ام تتعامل مع الايه الفيرتشوال فينسنج او فينسنج للفيرتشوال ماشينز اللي شغاله عليها. طيب ده كلام ممتاز. هعمل ايه؟ ممكن اجي لك اقول لك يم انستول فينس داش فيرت دي خلاص. ايه كمان؟ دي عشان المالتي كاست. مين تاني؟ الباك اند بتاعتها كمان ممكن اجيبها معايا فينس ماونت ديف سي دي روم تحت var www.html rhel. طيب شيء ممتاز. بص حد فيكم مش عارف ايه هو المالتي كاست؟ حد فيكم مش عارف ايه هو المالتي كاست؟ ها؟ حد يرد؟ حد يرد بس مش للدرجات دي يعني، مش تكتب كلام مش مفهوم. يعني ايه is it different in system يعني؟ قولي. بص يا سيدي، بص يا سيدي، في عندك ثلاث انواع من الكوميونيكيشنز موجودين على الشبكه. في عندك ثلاث انواع من الكوميونيكيشنز. يا اما انت الكلاينت او اقول لك ايه، كل ما كان عارفه الثانيه فبتكلمها باسمها مباشره. يعني ايه؟ هديك مثال. محمد عايز يكلم احمد، محمد واحمد عارفين بعض، محمد عنده على احمد باسمه بس، الموضوع منتهى. خلاص الموضوع منتهي بالنسبه لك. محمد بيكلم احمد، يا محمد ازيك يا احمد، بس خلاص الموضوع منتهي. ده اسمه يونيكاست. خلاص. النوع الثاني اسمه برودكاست. برودكاست ده انت محمد ما يعرفش مين اللي موجود فبيرد بيتكلم كده، اقول يا جماعه عاملين ايه يا جماعه، ده معناها اي حد قاعد بس خلاص الموضوع منتهي. اي حد قاعد واي حد قاعد برد عليه، ده البرودكاست. في نوع تالت بقى اسمه مالتي كاست. مالتي كاست ده هو كأنك بالظبط قاعد على قهوة، رحت رايح معدي كده سبت كل الناس اللي قاعدة في القهوة ورحت رايح مكلم أصحابك اللي قاعدين على الترابيزة رقم 5 أو على الترابيزة رقم 3. فأنت بتسلكت جروب أوف بيبل عشان تكلمهم أو تسلكت مجموعة من عشان تكلمها. ده الجروب المالتي كاست. طيب مش هدخلكم في تفاصيل ولا أقول لكم المودز بتاعته. في عندك المالتي كاست ده اصلا حدوته تانية لوحده خالص، خصوصا الناس اللي شغاله نتورك او الناس اللي بتدرس نتورك. يعني تلاقي في عندك في انواع، حاجه اسمها سبارس مود ودنس مود وسبارس دنس وافلام هندي كبيره قوي. فسيبك من الكلام ده كله، مش هدخلك فيه، وتعال اقول لك كده اليونيك المالتي كاست بكل بساطه.
بكل بساطة ايه اللي فيه يا سيدي؟ او انا عايز منك ايه اصلا تعرف في الكورس ده؟ ما تدخلش نفسك في حوارات مالهاش اي لازمة بالنسبة لك دلوقتي. بص انت عندك شوية فيرتشوال ماشينز هم الموجودين او كلاستر نودز بكل بساطة. الكلاستر نودز دول اللي بيتحكم فيهم ورك ستيشن موجودة صح؟ عايز الماشينز دول كلهم يكلموا الورك ستيشن صح؟ فكل مكنة فيهم المكنة دي عايزة تعمل فنس للمكانتين دول، فهتعمل ايه؟ هتبعت مالتي كاست. بالمناسبة في مالتي كاست سبنت كاملة، في ادرس سبيس كده كاملة بس كده للمالتي كاست خلاص، اشهرها والناس كلها شغالة عليها 224.0 مش عارف دوت حاجة خلاص 0.0.x ماشي. في ناس بيبعتوا على 10، في ناس بيبعتوا على 12 وحاجات كده، يعني ناس بتوع سيسكو تحديدا. لو حد فيكم شغال في ار ار بي و اتش اس ار بي وكلام من ده خلاص كده، او اس بي اف كمان ماشي ما علينا. المهم ان هو بيبعت على سبيشال ادرس هنا. السبيشال ادرس ده بالنسبه للنتورك معناه ببعت لاي ماشين موجوده عندي في الدومين ده خلاص. طيب هل اي حد هيرد؟ لا، اللي هيرد بس هو اللي معمول له كونفيجر ان هو يرد. يعني ده هيبعت مالتي كاست باكت كده او مالتي كاست ريكوست، مين اللي هيرد عليه؟ هل دي هترد؟ لا مش هترد. طب هل دي هترد؟ لا مش هترد. مين اللي هيرد؟ اللي هي المكنه الورك ستيشن دي اللي بتلسن للمالتي كاست ادرس خلاص. اول ما تلاقي الريكوست جاي لها تروح رد عليها نعم عايز ايه، يقول لها لو سمحتي وقفي لي المكنه دي، تروح راحه موقفاها خلاص. دي كل فكره المالتي كاست اللي احنا عايزينها نعمل، اللي احنا عايزين نعملها هنا ماشي. دي كل فكره المالتي كاست. السؤال بقى، السؤال بقى او مش السؤال ده، الخازوق بقى اللي موجود عندك في الموضوع ده، معناه ان انا ممكن اجيب مكنه كده اسمها مصطفى، او المكنه بتاعت الراجل اسمه مصطفى باللابتوب بتاعه، واروح واصل على نفس النتورك على نفس السويتش اللي الدنيا دي كلها واصله عليه انا كده، هوصل على نفس السويتش واروح راحت باعت مالتي كاست باكت، اقول للمكنه دي الورك ستيشن يا ورك ستيشن وقف الكلاستر كله. هل ينفع الكلام ده والنبي بذمتك ينفع الكلام ده؟ ينفع كده تسيب المالتي كاست مفتوح ان اي حد يروح يبعت مالتي كاست باكت يوقف الدنيا ولا يشغلها ولا يتحكم فيها اصلا؟ كلام مش منطقي صح؟ فانت هتعمل ايه؟ هنعمل حركه قاسية من الكلام ده كله. انا هعمل كي، والكي ده هخليه راندوم كمان، هعمل راندوم كي وراندوم كي كبير شويه خلاص، والكي ده هنقله على كل الماشينز اللي هتعمل مالتي كاست على الشبكه، اللي هتبدا تكلم الورك ستيشن بكل بساطه. والله اللي معاه الكي ده هو اللي هيقدر يكلم الورك ستيشن، مفيش عندك الكي ده مش هتعرف تكلم الورك ستيشن. معنى كده لو جبت مكنه هنا وراحت تتكلم على المالتي كاست، تقول له وتقول للورك ستيشن اقفلي النود رقم 3 او اقفلي الكلاستر نودز دول كلهم، هتقدر تعمل الكلام ده؟ لو معاها الكي اه تقدر، لو مش معاها الكي ولا تقدر تعمل حاجه. ها ايه رايك في الحكايه دي؟ يبقى بس كنوع من انواع السكيورتي اللي موجوده لازم يكون عندك كي، وتقول له الكي ده موجود فين بالظبط. ايه كمان؟ والكي ده يكون موجود على الماشينز اللي هي هتقدر تتكلم مع الورك ستيشن اللي هتلسن على المالتي كاست ادرس عشان تقدر تعمل باور اكشن للفيرتشوال ماشين دي. ها ايه رايك في الحكايه دي؟ صعبه؟ اعتقد كونسبت موضوع، اعتقد ان هو مفهوم. موضوع المالتي كاست موضوع بسيط جدا، كل الفكره اللي فيه انا عايز ابعت ترافيك، الترافيك ده اللي هيرد عليا بس هي الورك ستيشن لان هي بتلسن على المالتي كاست بس، لا اكتر ولا اقل خلاص. ها واضحة ولا ايه؟ واضحة؟ حد عنده اي سؤال؟ طيب كلام جميل، تعال نعمل الكلام ده بقى. تعالى كونفيجر المالتي كاست على الورك ستيشن. كونفيجريشن المالتي كاست بسيط جدا. ممكن اجي الاول اعمل كده ام كي داير
اي تي سي كلاستر. خلي بالك انا على الورك ستيشن، ها مش على اي نود من الكلاستر، انا على المكنه اللي شايله الفيرتشوال ماشينز بتاعت الكلاستر. واجي هنا اعمل ايه؟ هعمل كي. خلاص هعمل كلاستر كي. لو انت فاكر عندي هنا كده، انا كان في عندي فينس اندرسكور اكس في ام، ده الفينس ايجنت. طيب ده كلام جميل، عايز اعمل راندوم كي. فاكر كنت بعمل راندوم كي ازاي؟ دي انبوت فايل سلاش ديف يو راندوم، الاوتبوت فايل بتاعك هو هحطه في اي تي سي كلاستر وهسميه فينس اندرسكور اكس في ام دوت كي. البلوك سايز يا سيدي بتاعه 1 كيلو، والكاونت 4، يعني هعمل عبارة عن فايل فيه راندوم داتا مساحته 4 كيلو. على فكرة 4 كيلو ده كبير جدا، يعني انت مش متخيل 4 كيلو ده راندوم داتا قد ايه. لو جيت اقوله هنا كده less etc cluster بص شكله هيبقى عامل ازاي دلوقتي عندك، شايف؟ فما تفتكرش ان الملف ده ان هو 4 كيلو دي حاجه صغيره، ده بص شكله عامل ازاي، ما تستهونش ب 4 كيلو دي. انا 4 كيلو دي حاجه تخض بالنسبه للراندوم داتا، 4 كيلو ده حاجه كبيره يعني مش حاجه صغيره، ماشي؟ فما تجيش خلي بالك انت بتعمل 4 كيلو. انا ليه مش عايز اكبر المساحه؟ لان كل مره الماشين هتكومينيكيت هتبعت الكي ده للماشينز عشان تاكد ان هو موجود. فما تحاولش تخلي الكي ده كبير، ما تجيش تفتكس بقى وتقول لا يا عم 4 كيلو ايه، خلي 4 ميجا ولا 40 ميجا. انت كده بتفتكس بصراحه. تخيل انت عشان يعمل حاجه زي كده لازم كل كلاينت يترانسفير 40 ميجا على الشبكه، كل ما تيجي تعمل اوبريشن يتاكد من ال 40 ميجا دول ويعمل لهم فيريفاي. تخيل انت بقى، ف 4 كيلو ده اعتقد ان هو اكتر من كافي، يعني 4 كيلو ده اكتر من كافي، ماشي كده؟ واضحه الحكايه دي يعني؟ طيب فاضل لنا بس خطوتين صغيرين خالص اللي هم ايه؟ بص كده ال ls-lz-etc-cluster. بص كده يا ريس، لازم تعمل الملف ده كده، او مش للملف، للدايركتوري كلها بقى، restore con dash r v etc cluster. هتتحول من etc underscore t هتتحول لكلاستر كونف، شايف؟ قبل اي حاجة، ماشي كده؟ ماشي. السي لينكس كونتكست ما تنساش، السي لينكس كونتكست، برافو عليك. وقف السي لينكس وريح دماغك. ها طيب كلام جميل، فضل لك بس حاجه صغيره، ان انت تجنريت الكونفيجريشن، ان انت تعمل جنريت للكونفيجريشن بتاع الديمون اللي احنا لسه عملناها انستول، اللي هي فينس اندر فينس داش فيرت دي اللي احنا لسه عملناها انستول. عشان على ملف الكونفيجريشن بتاعها ممكن تعمل كده فينس فيرت دي داش داش هيلب كده. في عندك اوبشن هنا اسمه داش سي، داش سي ده اللي هيدخلك في الكونفيجريشن، في الكونفيجريشن مود. داش سي هيدخلك في الكونفيجريشن مود، تعال نستخدمه. هيقول لك انت عايز تسيرش عن الموديولز بتاعتك في الباث ده، هقول له ايوه. انت عايز تستخدم انهي واحده، ليبفيرت ولا مالتي كاست؟ هستخدم المالتي كاست. بص هتبعت مالتي كاست ادرس على 225.0.0.12، هو ده الادرس هتبعت عليه، ايوه هو ده الديفولت ادرس. البورت بتاعه خليك فاكر 1229، المالتي كاست اي بي بورت 229. الانترفيس انت هتلسن على الكونكشنز اللي جايه لك منين، انت هتلسن على الكونكشنز اللي جايه لك منين. تعالى كده اعمل كده اس يو، اي اف كونفج كده،
انت رابط الفيرتشوال ماشين دي بأنهي انترفيس؟ بفي اي ار بي ار 0 ولا رابطهم ببي ار 0؟ طيب عايز تتأكد كمان، تعالى هنا كده، تعالى كده شوف لي نود ايه، تعالى كده اروح للسيتنج بتاعتها، النتورك بتاع الحاجة دي بص مربوطة بأنهي انترفيس؟ شايف؟ بي ار 0 خلاص. فانت لازم تيجي هنا كده تقول له انا هلسن على الكونكشنز اللي جايه لي من بي ار 0، ماشي كده؟ الملف اللي فيه الكي بتاعك هو ده الملف ده، شايف؟ هو ده الديفولت فايل المفروض يكون فيه الكي بتاعك. ايوه هو ده خلاص، هو ده الكونفيجريشن اللي احنا هنستخدمه، او الكونفيجريشن اللي هيتعمل له سيف. ها بيقول لي عايز تعمل سيف للايه، للكونفيجريشن ده، اقول له ايوه. خلصت انا كده الباك اند بتاع الفيرت ده اكيد. لو جيت تفتح كده فيم اي تي سي فنس اندرسكور فيرت دي، شايف؟ خد الاجابات منك وراح حطها في الملف ده، لا اكتر ولا اقل، بدل ما تقعد تزعج نفسك وتقعد تكتب الكونفيجريشن بايدك، موضوع متعب جدا يعني. خلاص طيب كلام جميل. بعد ما خلصت كده سيستم كنترول هتعمل ايه؟ ريستارت اسمها فنس اعتقد، بسبب مش ظاهره عندي فيرت دي، ماشي. وسيستم كنترول انيبل فنس اندرسكور فيرت دي، خلاص ماشي. تعال نشوف الستاتس بتاعتها كده، دي شغاله اهي، فنس اندرسكور فيرت دي شغاله وانيبلد زي الفل. تعالى هنا كده اقول له النت ستات داش ان تي ال بي فين 1229، بص لي كده كويس، بص لي كده كويس، فين فين فين؟ مش موجود. ده معناه تعالى كده نبص في اليو دي بي ان يو ال بي، بص عندك 1229، ها موجود، بص اقفش اقفش اهو هنا. ده معناه ان فينس اندرسكور فيرت دي على الورك ستيشن بتلسن على يو دي بي كونكشن على بورت كام؟ 1229. خليك فاكر الحكايه دي، ماشي كده؟ ها واضحه؟ ها واضحه؟ حلو قوي. تعالى كده نرجع تاني على نود ايه مثلا ونعمل الفنسنج بتاعها. انا دلوقتي عندي ده الفنسنج سيرفر اللي موجود، وده الفنسنج كلاينت اللي هو نود A. ده ممتاز. بي سي اس، بالمناسبه صحيح، لو انت عايز تعرف انا قلت له بي سي اس ستونث ليست كده جاب لك كل الفنسنج ايجنتس اللي ممكن تستخدمهم، جاب لك كل الفنسنج ايجنتس سواء كانوا هيتعاملوا مع هاردوير او يتعاملوا مع سوفت وير او هيتعاملوا حتى مع ستورج، خلاص ده كل انواع الفنسنج ايجنتس اللي موجودين. طيب كلام جميل. لو انت عايز تعرف السنتاكس او هتستخدم فنس ايجنت معين فيهم ازاي، كنت تيجي هنا كده مثلا، تعالى كده فنس اندرسكور ايلو، ممكن اجي هنا اقول له بي سي اس ستونث، في عندك ديسكرايب وتدي له اسم الفنس ايجنت، هيجيب لك كل حاجه عنه اهو بالتفصيل، ماشي؟ شايف كل الاوبشنز اللي موجوده معاه وكل واحد فيهم بيعمل ايه، خلاص واضحه؟ طيب كلام جميل. طيب تعالى كده اعمل ليست مره ثانيه،
اهو دي برضو الاوبشنز اللي ممكن استخدمها مع مين؟ مع fence underscore اكس في ام اللي هو هستخدمه مع الفيرتشوال ماشينز. بص هتلاقي كده بيديك شويه كلام كده زي مثلا الشيرد كي ايه والاوثنتيكيشن بتاعك هيتم بانهي اوثنتيكيشن او انهي هاشنج الجوريزم شا 1 ولا شا 59 ولا شا 512 ولا ايه بالظبط. البورت بتاعه اللي هو اسم الفيرتشوال ماشين الدومين نيم، اسم الفيرتشوال ماشين اسم الدومين نيم اللي اقصده اللي هو ده. لو انت جيت هنا كده قلت له اللهم صل على النبي فيرش ليست كده اللي هو ده يقصد اسم الماشين دي، يقصد اسم الماشين دي خلاص ماشي. طيب كلام جميل. والبورت اللي هو بيلسن عليه ايه كل حاجة عنه بالتفصيل الممل. طيب كلام جميل. لو عايز تعمل ديلي معين كمان قد ايه والدومين خلاص، بقول لك الدومين ده ديبريكيتد والمفروض تستخدم معاه البورت بدل كلمة دومين دي. طيب كلام جميل. تعال كده بقى نبدأ نستخدمه، تعال كده نبدأ نستخدمه. ممكن اجي هنا اقول له كده مثلا يا سيدي بي سي اس ستونت كرييت، انا كرييت فينسنج ميكانيزم. الفينسنج ميكانيزم دي تعالى اسميها وليكن نود A داش فنس خلاص، نود A فنسنج ودي نوعها فنس اندرسكور اكس في ام خلاص. الماشين دي اسمها ايه؟ البورت بتاعها. الماشين دي اسمها ايه على الورك ستيشن هنا؟ اسمها نود A برضو ماشي، نود A. واسم الماشين دي تعالى كده فين فين الاوبشنز مره تانية مش هقعد احفظ يعني بصراحه، بي سي اس ستونت نود A هو ده. حلو قوي ماشي. بي سي ام كي اندرسكور هوست ليست بيس ميكر هوست ليست اسمها نود ايه الهوست نيم بتاع المكنه دي نود ايدوت مصطفى دوت كوم ماشي اهو نود اي دوت مصطفى دوت كوم بي سي اس ستيتس بص عندك كده. لو الفنسنج ميكانيزم دي شغاله مظبوط هتلاقي حالته هنا ستارتد، لو الفنسنج ميكانيزم مظبوط هتلاقي حالته ستارتد من غير اي مشاكل خالص. خلاص طيب هنا ستوبد، ستوبد الله اعلم هو ستوبد ليه، في 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 حاجه في مشكله موجوده. ستيتس تاني كده بص عندك نود A نود A fencing start 0 النود A دوت مصطفى دوت كوم في عندك مشكله هنا exit reason none، في حاجه في في مشكله مش مظبوطه. وبقول لك الاكزيت خد حوالي 20 ثانيه، قعد 20 ثانيه تقريبا 20000 ملي سكند وفي الاخر مش قادرين يتكلموا مع بعض. طيب كلام جميل ده شيء ممتاز. طيب
عشان تديباج مشكله زي دي، الاول كنصيحه يعني، شوف هل في ترافيك بيروح للورك ستيشن على المالتي كاست على اليو دي بي، شوف في ترافيك بيروح للورك ستيشن ولا لا، ولا مفيش حاجه بتروح. بص عندك كده دي الورك ستيشن موجوده عندي. حد فيكم فاكر كنت بكابتشر الترافيك ازاي؟ ها، عايز اكابتشر الترافيك، الفاير وول دي، الفاير وول دي، حلو، فاير وول داش سي ام دي، البورت مش موجود، المفروض اجي اعمل كده ماشي، فاير وول داش سي ام دي داش داش اد بورت 1229 سلاش يو دي بي، وخلي ده كده داش داش بيرمننت. تعال ارجع للنود ايه هنا، تعال امسحها بي سي اس ستونت ديليت، كان اسمها نود ايه فينسينج، وتعال نضيفها مرة تانية، برضو نفس الحدوتة ستوبد، في حاجة مش مظبوطة. ها فاكرين كنت بمسك الترافيك ازاي؟ الله عليك، في واحد صاحي معانا هون، الكي مش موجود، الكي مش موجود، دي أول حاجة، الكي مش موجود، خليك فاكر الحكاية دي، خلاص؟ يبقى أنت المفروض كنت تعمل إيه؟ كنت المفروض تعمل إيه؟ تعالى كده على ورك ستيشن هنا، أهون، وتيجي هتقول له إيه؟ سيكيور كابي من إي تي سي كلاستر، الأول في هنا إي تي سي كلاستر ولا لأ؟ الـ إس إي تي سي كلاستر مش موجود. المفروض كنت تيجي تعمل ايه هنا على نود ايه؟ ها ام كي داير اي تي سي كلاستر، وبعدين سكيور كابي اي تي سي كلاستر فنس اندرسكور اكس في ام لنود اي تي سي كلاستر اهون، اتنقل اهون. بعد كده تعمل ايه؟ restore con dash rv etc cluster، خلاص امسح الريسورس ده، اعمل له create مره ثانيه، ها برضو مازال stopped. طيب تعال هنا كده تي سي بي دمب كده، يلا يا سيد، وقف ده كده، تعال نمسك بقى الكلام ده كله ونطلع فوق كده، نمسك بقى كده ايه، نشوف الكلام ده ايه اللي بيحصل بقى من العذاب ده. يلا يا حاج،
حلو. مان كده تي سي بي دمب بدل ما انا معذب نفسي. حلو، في عندك file size rotate seconds f file m secret r file. طيب ماشي، في عندك اوبشنز حلوة موجودة هيا. داش ان ان البروتوكول بورت نمبرز ده حلو ممكن نستخدمه. تايم ستام داش تي داش ان ان حلو قوي. ممكن استخدم حاجه زي كده كمان افضل من الكلام ده كله. تي سي بي دمب هوست واسم الهوست نود ايه. ماشي، تي سي بي دمب هوست نود ايه. ممكن استخدم معاه كمان داش ان ان ماشي. تعال نعمل الكلام ده كده ون ايه ونحط الكلام ده في ملف وهسميه تي سي بي دمب. نسيب ده شغال هنا كده. تعالى ده لسه ستوب. تعال نعمل ديليت للمعلم ده مفيش مشاكل. تعال بعد كده نعمل له كرييت مرة تانية. ماشي، حلو. لس تي سي بي دمب كده. انا عندي البورت كام؟ 1229. فين يا سيدي؟
نود ايه اي اف كونفج الاي بي بتاع نود ايه ده 130 خلاص. بص كده حد فيكم شايف حاجة معايا او شفتوا ان كده نطلع. بص كده بص امسك عندك حتة كده انا عايزها. بص 192 168 188 و 130 خلاص اللي هو مين نود ايه. نود ايه دي بيقول لك ان هي حاولت تكمل او حاولت تبعت مالتي كاست باكج على البورت رقم 1229 للادرس ده. الادرس ده من اللي بيلسن عليه الورك ستيشن اللي هي المكنه دي، الورك ستيشن دي اللي انا موجود عليها دلوقتي حاليا. طيب بص كده راحت الورك ستيشن نفسها رده من راندوم بورت خالص موجود، وراحت بعت للسورس اللي بعت على 1229. طب انا السورس عندي اللي هو 130 ده هل بيسمح للكونكشنز على بورت 1229؟ شفت؟ ايوه. فانت المفروض تيجي هنا على النود اللي اسمها نود ايه ديت نت ستات داش ان تي ال بي كده مش هتلاقي اي حاجه. طب ان يو ال بي برضه مش هتلاقي حاجه، عشان بس لو قلت لي انا ممكن اجيب نت ستات داش ان تي ال بي او نت ستات ان يو ال بي خلاص. لو واحد فيكم حاول يتذاكى او حد فيكم حب يخترع يقول لك انا ممكن اجيب نت ستات، نت ستات مش هتبينها لان الكلاينت بيبدا يلسن على البورت ده وقت لحظيا فقط. اول ما ببعت الباكت بيلسن ثانيه ويسكت، بيلسن لما يتكلم، يعني يتكلم يلسن يوقف، يتكلم يلسن يوقف خلاص ماشي كده. طيب حاجه كمان كده ارجع تاني هنا كده معايا. بص 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 في عندك حاجه اسمها فلاجز هنا. ها في عندك حاجه اسمها فلاجز هنا خلاص. تعالى كده نيو كمان كده. انت عارف الكونكشن ده مادام فيه فلاجز وفي لينث وفي كل الكلام ده، انت عارف الكونكشن ده معناه ان هو ايه؟ ده معناه ان هو مش يو دي بي، ده معناه ان هو تي سي بي يا معلم خلاص. معنى الكونكشن ده ان هو تي سي بي. فانت المفروض تيجي هنا على الكلاينت بقى، يبقى خلي بالك على السيرفر بيلسن على بورد 1229 يو دي بي. اول ما السيرفر يلاقي باكت جاي له من السورس ده بيروح ردد على السورس على بورد تي سي بي خلاص. فانت المفروض تيجي هنا كده وتقول له فاير وول داش سي ام دي داش داش اد بورت 1229 تي سي بي خلاص داش داش بيرمننت. تعالى كده بي سي اس ستيتس تعالى اعمل لها ديليت بقى كده. تعالى اعمل لها كرييت مرة تانية. بص ايه اللي حصل؟ ها الفنسنج ايه اللي حصل؟ قال لك ستارتد، معنى كده ان الكوميونيكيشن دلوقتي شغاله بين الاثنين زي الحلاوه. طيب انا ليه عملت كده وليه دوختك معايا على تي سي بي دمب؟ بص لف وتشقلب على النت مش هتلاقي اي حد كتب حاجه زي دي. انا اتشقلبت على موقع ريد هات ما لقيتش حاجه معلومه زي دي موجوده خلاص. قلبت النت والله العظيم قلبت النت عليها ما لقيت حاجه منها موجوده، تحديدا على ريل 7 ده اول مره اشوف البيهيفير الغبي دول، خصوصا لو انت عندك فاير وول هي بص من البلدي كده هتتنفخ. قعدت 48 ساعة اترابل شوت فيها لحد ما عملت كابتشر لكل الباكتس اللي ماشية في السلك لحد ما جبتها. والله العظيم اتشقلبت فيها، فعشان ما تضيعش وقتك وتضيع وقت غيرك ما دام عندك الفاير وول اديسيبل فاير وول ده مش اوبشن بالنسبة لي. يعني مش معنى ان اقول لك ايه؟ ان الحاجه مش شغاله اروح مبوظها او يعني اشغلها بمصيبه تانية اكبر منها
خلاص اتشقلب بقى على النت وحاول تدور يمين وشمال، مش هتلاقي حد قايل لك المعلومه دي، فانا وريتها لك بنفسك يعني. انا في الاخر خالص، اخر ما زهقت خالص، قعدت مسكت الباكتس كده وقعدت امسكها واحده واحده، مش كده وبس، ده انا قعدت اعمل ديكود للباكتس وابص على اللي جواها. يعني انا جبتك النهارده كده وانجزتك ووريت لك بنفسك ان في ترافيك معدي، والترافيك رايح من الـ من الـ من الكلاينت رايح للسيرفر، والسيرفر بيرد عليه على بورت 1029. لا ده انا ما وصلتش لكده، ده انا قعدت عملت ديكود للباكتس بدل ما مرمطت نفسي، يعني مرمطت نفسي بجد عشان اشوف ايه اللي بيحصل، واقرا الباكتس من جوه ايه اللي معدي فيها، اشوف هل في حاجه ولا لا. كان في كل حاجه موجوده بس ما كانتش في الاخر بتشتغل. وقعدت بص عملت نت ستات ان تي ال بي 900,000 مره ماشي، لحد والله ما ايدي وجعتني فيها. نت ستات ما ظهرتهاش نهائي، مش هتلاقيها ظهرت في نت ستات ولا اس اس لو انت شغال مع رين 7 وبتحب اس اس، رغم ما بحبش الاوتبوت بتاعها خالص، بحب نت ستات يعني. ف يعني خليك فاكر الحكايه دي لسبب ما، الديفلوبر اللي عملها ديفلوبر غبي، حط بورت 1229 يو دي بي عند الورك ستيشن، ولما الورك ستيشن بتستقبل باكت جاله على المكان ده بترد على السورس اللي بعتها على 1229 يو دي بي عند الكلاينت. ليه؟ ما اعرفش. مكان يخليها 1229 يو دي بي برضه، بس ما اعرفش عملها ليه تي سي بي. دي حاجه غبيه جدا يعني. ماشي؟ المهم ان كده كل حاجه عندك تمام وزي الفل. انا ممكن اعمل ايه؟ اعمل نفس اللي انا عملته دون لبقيه النودز اللي موجوده. تعال اعمل كرييت، هعمل فينسنج النود بي. في حاجه احنا ناسيينها، اللي هو ايه؟ المفروض انا اجي هنا كده كوت من ده بقى، تعمل سكيور كابي كده لنود بي. داش ار والنود سي والنود اي. خلاص طالع كده كده اس اس اتش نود بي. ريستور كون داش ار في اي تي سي كلاستر و اس اس اتش نود سي. وفضل لي نود اي كمان. اكزت بقى، شكرا. تعالى لي هنا كده ستاتس ستارت ده هو. تعالى كده بي سي اس تونيت كرييت نود بي فينسنج، وهسمي دي نود بي، واسم الماشين دي نود اي كمان. تعالى كده نشوف الاستاتس بتاعتهم، هل الفنسنج شغال معاهم؟ بص لي عندي كده نود بي لسه عندها مشكله. ليه انا باخدش كوبي بيست ورايح راسي؟ طالما مفيش سكريبت ولا فيه اللهم صل على النبي بابت، فانا بعذب نفسي عذاب السنين يعني.
بص على الستاتس كده دلوقتي. بص ايه اللي حصل، ده الفيلد اكشنز. بس اللي حصل دلوقتي ان الستاتس بتاعتهم كلهم بقت ايه، ها ستارتد. ها ايه رايك، ايه رايك يا ريس؟ هنا هتلاقي بس الحالة بتاعته، بيقول لك حصل تايم اوت عندك قبل كده في الاوقات دي اهو. ماشي، انا بما ان كلهم ستارتد والدنيا تمام ومفيش مشاكل خالص، ممكن اعمل ايه؟ تعال نجرب الفينسنج كده، تعال نجرب الفينسنج. وليكن انا عندي نود زي نود سي مثلا، معلش اعذر الجهاز عندي، الجهاز بيتألم فعليا، معلش. انا عندي نوت سي اهي، نوت سي دي شغالة وزي الفل مفيش فيها اي مشكلة خالص. عايز اجرب الفينسنج عليها، ممكن اجي هنا كده واقول له مش فاكر والله، بي سي اس تونت. في اهو فينس نود ايه، ثانية واحدة كده، انا كنت مسميها ايه، نود ايه داش فينسينج. نود ايه دوت مصطفى دوت كوم كده، انا عملت فنس لنفسي. ها انا خليت النود ايه عملت فنس لنفسها. بص بص الحلاوه، ايه رايك، انا ضربت نفسي بالرصاص. ها حد فيكم فاهم حاجه؟ اهي المكنه بتريبوت اهي. ها ايه رايك، يبقى لو ما كان عندي شغالة عملت لها انتحار ولا لأ؟ كأنك شلت كابل بار ورجعته ولا لأ؟ عشان أضمن إن هي مش هتفضل تأكس الستورج عشان تخرج من الكلاستر وترجع مرة تانية. ها إيه رأيك؟ ماشي تعالى كده هنا كده، طبعا المفروض أكون خرجت. ماشي أنا ربنا يديله الصحة ويقوم أو يعمل تايم أوت من الـ SSH، SSH نود إيه مرة تانية. ماشي بي سي اس ستيتس كده كلهم شغالين مفيش فيهم اي مشاكل. طيب تعالى كده اقول له بي سي اس ستون فنس. هل انا من نود ايه، لو انا نود ايه، انا دلوقتي عايز اجرب من نود ايه لمكنه تانية، ها من نود ايه على مكنه تانية، انا نود ايه وحسيت ان نود سي خرجت من الكلاستر وعايز اعمل لها فنس، هل اقدر اعمل فنس لنود سي؟ فنس نود سي دوت مصطفى دوت كوم. بص ايه اللي حصل لنود سي. ها ايه رايك، قال لك فينسد. ها ايه رايك، يبقى كده ممكن الفيرشوال ماشين تكلم الورك ستيشن تقول لها يا ورك ستيشن وقفي المكنه الفلانيه. ها هل ينفع تخرجها بره الكلاستر عشان تعمل ريبوت؟ ها ايه رايك، واضحة ولا ايه؟ معلش انا عارف ان الكونفجريشن قليل بس يعني حاجة جديدة بالنسبة لكم صح؟ طيب تعالى كده في شوية امر برضو سهلة، ممكن اقول له كده بي سي اس ستون شو كده اهو عشان يعرض لك حالة الايه؟ الفنسنج على كل الماشينز. تعالى كده تعال نوقفها مره تانيه كمان مره، معلش اعذرني اهو، تعمل لها ريبوت اهي. بص قال لك ايه، لو هي ما بتعمل ريبوت بقول لك حالتها ايه، ستوبد شفت لسه بتبوت، بدأ اهو مره تانيه ستارتد اهي.
شايف كده؟ خلي بالك الكلاينت عمال يكلم الورك ستيشن، او النود عمال يكلم الورك ستيشن بشكل كامل وهي شغاله، وعارفه حاله الماشينز اللي شغاله هي ايه، هل هي شغاله ولا فاصله ولا واقفه ولا ايه نظامها، كل حاجه عندها بالتفصيل ممل. ماشي، يبقى كده ممكن تعمل فينسنج عندك. ها طب لو عايز تجيب الاستاذ بتاعتهم كامله ممكن تقول له كده داش او شو، ممكن تقول له كده داش داش فل. بص عندك هيجيب لك حاله الفينسنج بالتفصيل الممل، وبيقول لك انا بعمل مونيتور كل 60 ثانيه، والنود ايه فينسنج مونيتور انترفال 60 ثانيه. بص 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 الليست بتاعها، اسم الماشين دي كفيرشوال ماشين نود ايه، ده البورت بتاعها على ال 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 او ناتج الفيرش ليست لو حد فيكم فاكر، خلاص، او كي في ام على الورك ستيشن شايفها بالاسم ده، والهوست ليست او اسم الماشين نفسها كذا اللي هتعمل فينس بيه. يبقى انت بتعمل فينس باسم الايه، بالبيس ميكر هوست ليست. ماشي، عاده البيس ميكر هوست ليست بيكون نفس الهوست نيم بتاع الماشين. ماشي كده، ها واضح الحكايه دي؟ ها شباب حد عنده اي مشكله؟ طيب اهم حاجه بالنسبه لك، اهم حاجه بالنسبه لك ايه؟ وانت شغال مع الفينسينج، وانت شغال مع الفينسينج ما تتخضش من اي فينسينج ايا كان، خلاص اقرا الكونفيجريشن بتاعه، ايه البارامترز اللي هو محتاجها. عايز اقول لك ان كمان الفينسينج ده يعني لو جيت هنا كده قلت له مان ستونث، لا بلاش مان، بي سي اس ستونث ليست كده، قبل المان هقول لك هوريك حاجه صغيره، ده اسم الايجنت صح؟ طب انا عايز اعرف الكونفيجريشن بتاعه شغال ازاي، ممكن تيجي هنا كده وتقول له مان واسم الايجنت، هتلاقيه موجود هنا كده، وممكن كمان تلاقي اكزامبل موجود. فيش اكزامبل هنا؟ مفيش اكزامبل، بس عادة ممكن تلاقي مثلا اكزامبل موجود، تعالى هنا كده. بيديك كمان البارامترز وكل حاجة عنها بالتفصيل ممل. ماشي، بقول لك ستاندرد بارامترز، الاي بي بورت قد ايه، نوت ال اس، كل حاجه كل حاجه عنك بالتفصيل اهو، واضحه؟ فانت ما تتخضش من اي فينسنج ان كان، يعني الموضوع مش صعب ولا اي حاجه خالص، الموضوع سهل جدا وبسيط ومش فيه اي مشكله. ماشي، طيب انا عايز بس اعمل حركه كمان اصيع من الكلام ده كله، انا على نوت ايه اهو، تعالى كده اعمل اكزيت، اعمل اس اس اتش لنوت سي مثلا، يلا وحش الجهاز خلاص بينتحر. خلاص الماشين بتموت حرفيا خلاص. طيب تعالى كده النود ايه، فايروول داش سي ام دي،
فين 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 يا سيدي؟ تعال نكبر دي كده. نوت سي بالنسبه لي اوف لاين، بس الفنسنج هو اللي شغال عليها. ليه الفنسنج؟ لان الورك ستيشن اسف النوت ايه بيتكلم ورك ستيشن، بس الفنسنج مش شغال اصلا. نوت سي اصلا الانترفيس بتاعها ما قامش. طيب تعالى كده، نوت ايه هنا؟ انترفيس زيرو اصلا مش ظاهر على نوت سي. طيب شوت داون كده من سكتش ناو. راحت فين؟ ايان ماشي. تعالى كده نوت سي مرة تانية، راحت فين؟ بلاش اس اس اتش. ارجع لي هنا كده. انا على نود بي بي سي اس ستيتس كده، كلهم اونلاين اهون مفيش مشاكل، كلهم ستارتد خلاص، كلهم اونلاين وكلهم ستارتد مفيش اي مشاكل فيهم خالص. بص لو حصل، لو حصل في أي لحظة أيا كانت وجات نوت سي بقت unresponsive، وليكن تعديك مثال إن هي unresponsive، يعني مش شرط، مش شرط إن نوت سي دي مكنة تانية تعمل لها ريستارت كده على طول بشكل عشوائي، لأ، أو إن هي مكنة تانية حست إن هي مش موجودة. بص كده لو نوت سي، لو نوت سي نفسها جت عملت كده فايروول داش سي ام دي داش داش ريموف بورت 1229 تي سي بي. هترد تقول لي بس يا ستاتس كده ايه اللي حصل؟ بص ايه اللي هيحصل شويه بس عليها. يا سيد جاست تقيل جدا لدرجه ان انا خلاص بي سي اس
تورنت شو كده. مفيش اي مشكلة خالص، كل حاجة تبقى مش شغالة ما عدا حاجة واحدة، لو الكلاستر شاف النود دي مش قادرة تتكلم معاه. لو الكلاستر شاف النود دي مش قادرة تتكلم معاه اوتوماتيك هيعمل لها فينسينج. بص كده، فاير وول سي ام دي ريموف سيرفيس هاي افيلابيليتي. بص ايه اللي حصل، النود اوتوماتيك. حد خد باله ايه اللي حصل؟ اهي اهي اوتوماتيك النود هتعمل ريبوت من غير ما تتكلم خالص. معنى كده ان الكلاستر لا مش ستوب ولا حاجه، هي بس الكلاستر بيموت في ايدينا يعني، او المكنه بتموت في ايدينا بمعنى ادق. هي ما وقفتش ولا حاجه، ما وقفتش ولا حاجه، بس الدنيا هي اللي بتموت. اللي انا بس كنت عايز اوريهولك ان انت لو وقفت السيرفس بتاع الهاي افيلابيليتي اوتوماتيك بقيه النودز هيعملوا ايه للنود اللي عليها السيرفس دي وقفت؟ بخ، هيطيروها. ده معنى كده ان ايه اللي حصل؟ او الفنسنج، اول ما النود كانت شغاله في الكلاستر والسيرفس بتاع الكلاستر ما بقتش شغاله، او السيرفس هنجت، او حصل كيرنل بانيك، او حصل اي حاجه، اوتوماتيك بقيه النودز هيدوها في وشها يقولوا لها يلا بره على طول. خلاص ماشي. طيب اعتقد ان ده كان يعني اهم حاجه في الدرس بتاع النهارده. خلاص، تعرف ايه هو الفينسينج وايه الانواع بتاعته وازاي نعمل فينسينج وازاي نجرب نعمل فينسينج عن طريق حاجه زي الكي في ام مثلا ونشتغل عليها. ماشي، اسال يا ريس. يعني ايه ازاي هتوصل فيزيكال؟ عندك اربع سيرفرات، عليهم ايه؟ عليهم كي في ام ولا عليهم في ام وير ولا عليهم ايه بالظبط؟ عندك خبر حلو جدا، خبر حلو جدا جدا جدا. عندك اربع سيرفرات عليهم كي في ام. ماشي، الكي في ام اللي هو الفيرت مانجر شغال بيه ولا الريف ام؟ لان لو انت شغال ريف، ريد هات انتربرايز فيرشواليزيشن او اوفرت، ففي اصلا ايجنت موجود ليها. يعني لو انت شغال ريد هات انتربرايز فيرشواليزيشن او ريف ام، او اسف اوفرت، ففي اصلا ايجنت خاص بيها. ماشي كده، لو انت شغال كي في ام عندك خبر حلو جدا، اللي هو ايه؟ ان كل، او اسف، الكي في ام لو انت مشغله مع فنس داش فيرت دي، الديمون دي بتلسن على المالتي كاست، صح؟ المالتي كاست لما بتبعته بتبعته ان كل نفس الماشينز اللي موجوده في نفس اللان. يعني حط السيرفرات في نفس الفي لان، كل السيرفرات اللي عليها نفس الكي هترد عليك، كلهم هيلسن على نفس الانترفيس، صح؟ بالظبط كأنك جبت الأربع سيرفرات دول قعدتهم على ترابيزة واحدة في القهوة. هم دول بس اللي هيردوا عليك. مفيش حد غيرهم. ما تنساش، المالتي كاست مجموعة من الماشينز بترد عليك. واحد بيتكلم، مجموعة ممكن يردوا عليه. خليك فاكر الحكاية ديت. فأنت كل اللي هتحتاجه إن أنت تعمل كي الأول، والكي ده تبعته على كل الورك ستيشنز اللي هيكون عليهم الفيرشوال ماشينز، أو على كل السيرفرز اللي هيكون عليهم الفيرشوال ماشينز. ده أهم حاجة بالنسبة لك. الحاجة التانية إن نفس السيتنج اللي على الماشينز تكون واحدة.
يعني ايه؟ يعني لو اشتغلت هنا على بورت 1229 يبقى على نفس بقيه الماشينز كلها بورت 1229. يبقى الكي لازم يكون واحد، الانترفيس او اسف المالتي كاست ادرس يكون واحد، البورت يكون واحد، وساعتها اي مكنه على كي في ام هترد عليك ما دام معاك نفس الكي، والكي هو نفسه على نفس هو نفسه موجود على السيرفرات، خلاص هيشتغل معاك زي الحلاوه، مش هيقول لك لا. ما تنساش انت شغال مالتي كاست، ها مش يوني كاست، انت شغال مالتي كاست، فاي حد هيرد عليك من السيرفرات دي. ها حد عنده اي مشكله؟ بالمناسبه في هنا غلطه، المالتي كاست ادرس كان 225 مش 224 في الحته دي كده، المالتي كاست ادرس 225 ماشي. ما تتخيلش برضه يا اما انا اقعد احفظ الارقام بتاع الاي بي ادرسز، يعني مش للدرجه دي. ها حد عنده اي مشكله النهارده؟ ها حد يقول؟ طيب ماشي، هنكمل المره الجايه ان شاء الله، هوريكم المره الجايه ازاي نعمل كل الكلام اللي احنا عملناه ده من الجرافيكال انترفيس في ثواني خلاص على السريع كده، لان انا النهارده يعني والله يعني لساني وجعني من كتر الكلام يعني. وايه ونشوف حاجه جديده المره الجايه، ممكن ناخد سيرفيس بقى، ممكن نبدا نعمل سيرفيس وليكن الاباتشي ونشغله ككلاستر ونبدا نشوفه، وابدا انقل السيرفيس دي من ماشين لماشين ثانيه. ممكن اعمل سيرفيس كمان زي ان انا اكسس فايل سيستم واقول له اعمل له ماونت وهوقع السيرفر ده، اوتوماتيك هيتعمل ماونت على السيرفر الثاني. المره الجايه نبدا نلعب بقى مع الكلاسترنج فعلا يعني. خلاص ماشي ماشي، اشوفكم على خير المره اللي جايه، وتصبحوا على خير. السلام عليكم.